مثال للست المصرية الكوميديانة، عندها قدرة إنها تضحكك بأي طريقة، أصلها أصلاً مدرسة، لكن القدر أضاها لخشبة المسرح والتمثيل، وأعجب بتمثيلها المخرج رائد لبيب ورشحها لواحد من أهم البرامج الكوميدية. أصل مين ما يعرفش صاحبة الصوت المميز مديحة حاتم القاهرة، النجمة بدرية طلبة. جوه الحلقات ما كانش لي حظ زي باقي زميلاتي، فأنا كنت صوت بس، كان المفروض في كاميرا جايبانا وإحنا بنعمل المقلب وبنتكلم في التليفون. ففجأة أثناء العرض في أول يوم رمضان لقيتهم شايلين اللوكيشن بتاع تصويرنا وإحنا بنعمل المقلب، فلقيت نفسي إن أنا هطلع طول الوقت صوت بس. بقيت عيط وبقيت متضايقه وبقيت حاسه ان انا حقي راح وحاسه ان انا مش واخده حقي واني مش هتشاف ودي اول حاجه في حياتي اعملها. فكلمت استاذ رائد، قلت له ليه يا استاذ رائد يعني شلته واحنا بنصور المقلب جوه عربيه التصوير؟ قال لي الاستاذ طارق نور قال نعمل كده وهو في حاجه معينه عايز يعرفها، عايز رد فعل معين. قلت له ماشي. يوم 2/3 أتاري الأستاذ طارق نور حب الصوت قوي وقاس ده على نفسه، يعني عايز يسمع الست اللي جوه دي وعايز الناس تجري ورا الصوت يقولوا احنا عايزين نشوفها. وفعلا هو حقق لي النجاح ده، خلى الناس تجري ورا الصوت وعايزين يشوفوا الست دي، لدرجة ان هم ما بقوش شايفيني جوه الحلقات بيقولوا لا انت طالعة صوت بس. اقول لهم طب ايه اللي عرفكم اني انا اللي طالعة صوت بس؟ فهم حبوا الصوت أكتر من الصورة، فرب ضارة نافعة. وحسيت إن أنا حقي راح، بس لأ ده كان أحلى حق ربنا عطاهولي 2002 في برنامج حسين على الهواء. زمر له مرة ينوبك سواه. أنا زمرت له عشان خاطري يا أستاذ. أنا زمرت ينوبك سواه. أنت هتجنيني زيه. معلش مرة واحدة عيل ونكبر. طب اديها له يزمر لك. اكبر بخاطرك. هو أهم جزئية حصلت في لا تراجع ولا استسلام اني انا كنت رافضه الدور، وبعد ما رفضت ومشيت من المكتب بتاع الاستاذ احمد الجندي اتقال لي ارجعي لان انت ما تعرفيش كان مين صاحبه الدور واللي اتنزلت عنه قالت الدور ده تعمله بدريه. فقلت له مين؟ قال لي الاستاذه اسعاد يونس. وقالت لي فعلا انا كنت المنتجه بتاعت العمل، وفعلا الدور ده كان دوري وعملت عليه بروفات مع الاستاذ احمد الجندي مخرج العمل. وقلت لهم لا، اللي هتعمل الدور حلو بدريه. الموقف اللي حصل ان انا كنت بقول كل الانجليزي متلخبط وكله انجليزي عبيط ترانسليشن كده ملوش معنى، ففجاه لقيتني بقول جمل غريبه يعني زي ايه هاو ماتش كلوك، حاجات بقت تتقال كده على الهواء وهم مش مستعدين لها حتى في البروفا، فالتصوير بقى بيقف من الضحك. This boy every? Yes, his bone structure is perfect. لا بعد اذنك قولي له احنا محتاجين حد محل ثقه، مش فكره لوز اللوز وخلاص. ما ينفعش، احنا محتاجين حد محل ثقه. انا حاليا بعمل مسرح سلسلة بدرية، في بدرية اتخطفت وبدرية في الأدغال وبدرية في الوكر وبدرية في الغابة وبدرية في الكاتدرائية. فبدرية اتخطفت دي عرضتها بعرضها من 2013 لحد دلوقتي بلعب مع الجمهور، يعني سبحان الله دايما بيكون في طفل بيعيط في الصالة بلعب عليه، دايما في حد بيقوم يدخل الحمام قدامي بلعب عليه. كسر الحائط الرابع ده بين الممثل والجمهور صعب يتعمل، فأنا بحبه قوي وبحب ألعب على منطقة الجمهور واللعب مع الجمهور. فدي بتبقى أسعد لحظة، لدرجة إن في جمهور جاء بدل المرة 2 و3 وبيتعمدوا البيبي اللي معاهم يعيط عشان أقول إفيهات عليه، وبيتعمدوا يقوموا يخشوا الحمام عشان أقول عليهم إفيه، فأنا ببقى سعيدة بده. موقف حصل لي في بداية حياتي وأول مرة على فكرة أقوله لحد، بس هو مش عارفة ليه افتكرته لأنه بجد موقف الحمد لله أنه عدى على خير.
كنا بنصور في شقة في المهندسين. رحت أول يوم صورت، تاني يوم رايحة التصوير في هدوء وفي بساطة، فطلعت نفس الشقة. يعني أنا طلعت أول يوم البواب عادي، عارف إن في تصوير وسابني وطلعت، وكنت لسه بقى مش معروفة ولا مشهورة قوي كده، يعني شكل ما مش عارفني. فتاني يوم جيت طلعت فبصلي قوي كده، فأنا استغربت من بصته وطلعت، كملت وطلعت. خبطت على نفس الشقة، دخلت لقيت ثلاث شباب، دخلت وقعدت. فهم بقوا بيبصوا لبعض، مين دي اللي جت وقعدت وثلاث شباب شكلهم غريب. فقعدت وبص لهم، هم يبصوا لي وانا ابص لهم. وبعدين بقى لوحدي، ما كانش بقى دلوقتي انا بمشي بالمكير والكوافير والمساعده وهيصه، كنت الاول لوحدي. فقلت لهم هو في ايه، فين الناس؟ وهم بصين لي بقى مش عارفين يردوا عليا. لقيت البواب ورايا بيرن الجرس بيقول لي في حاجه. قلت له انتوا اللي في حاجه؟ مش امبارح كان في تصوير هنا؟ مش النهارده في تصوير؟ قال لي التصوير اتلغى ودول مأجرين الشقه. فلكي ان تتخيلي اني انا برن الجرس على ثلاث شباب وداخله لهم برجلي. لهم البوابه الله يستر لحقني، كان زماني مغتصبه وما لهمش ملامه، انا رايحه برجلي. صوت وضحكة مميزة وطلة مختلفة على المسرح، وشه وعينيه بيضحكوا، بيعشق المسرح من صغره، تعب وكافح كتير عشان يوصل. محظوظ جداً لأن من أهم أدواره في بداياته كانت مع الزعيم نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن. هو أنا أول مرة كنت أقف قدام كاميرا كان في راجل وست ستات، أوكي؟ كان في مسلسل راجل وست ستات، كان مع سامح حسين واستاذ اشرف عبد الباقي وكده. فكان الموضوع بالنسبه لي مبهر، كنت مخضوض، يعني في السقف فيه نور ومش عارف ايه وحاجات كده، وكنت مبهور بالموضوع قوي. بس طبعا ايه، مش فاهم اي حاجه، فاكر زي المسرح عندنا في الجامعه يعني. فاول لما جينا وقفنا فايه بقول الكلام قبل ما الكاميرا تدور، يعني انا فاكر ان احنا نقف في المكان اللي هم قالوا لنا نقف فيه نقول الكلام على طول وهم يصوروا براحتهم بقى. ومره تانية يعني اتخضيت، حصل تنشانه كده في اللوكيشن، حاجه حصلت، كانت لمبه فرقعت بتاع، الكلام وقف في بقي، يعني بقيت اجي اتكلم اقول كده حاجات كده ماشي، بس عدت يعني، فعلا الكلام كان بيعطل في بقي، بس الحمد لله يعني. الرجاله هيبتدي بقى ومفكنا بقى من السهر والحوارات دي، عايزين نقوم بثوره بقى. هنقوم بالثوره، ما تقلقش، ما تستعجلش يا فاتنه، ما تستعجلش هلا، ما تستعجلش عشان ما تتقطعش. ياض انا مش هتبرد نار يا واهده لما تقم الانجليزي اللي قلبوا لي عربيه التيني الشوكي بتاعتي. لا، مسرح الجامعه ده فيه قصص كتير جدا. انا كنت ماسك الكانتين في الاوضه، كان معانا واحد صاحبنا بقى ماسك الكافيه بتاع الكاست بتاع فريق الكليه، بس ده كان ضلالي يعني، كان تمام، كان بينشف فتل الشاي على، يعني بينشر فتل الشاي زي الفلنات يعني، وانت جاي الصبح الجامعه تلاقي فتل الشاي متنشره كده على الشباك، اوكي، وكان يسيب اللبن في الهواء، وتاني يوم انت وحظك باظ تمام هتشربي برضه، ما بصي تمام يعني. في مره ايه جات له واحده صاحبتنا بتقول له احمد عايز اشرب حلبه بحليب، تمام، قلت له ايه ده انت بتعمل حلبه بحليب؟ فراح قايل لي اه، قلت له طب اعمل لي واحد انا كمان. المهم ايه، قال لي اعمل لك انت الاول وبعدين ابقى اعمل لها وبتاع. قلت
تمام. فجاب لي الكوبايه فبعمل كده ما طقتش من الريحه، اللبن باظ خالص. المهم ايه؟ قلت له يخرب بيتك انت بتعمل من اللبن ده للناس؟ قال لي اه. قلت له ده بايظ يا احمد؟ قال لي ما الكيس بجنيه ونص، كان ساعتها بجنيه ونص، اوكي؟ قلت له البت هتشرب من الحليب بحليب دي؟ قال لي اه عادي. قلت له يا ابني حرام عليك هتموت، قال لي لا 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 ما تخافش. فعلا خدت كوبايه الحلبه، خرجت انا وهو قاعدين في الاوضه، انا حاسس انها مستنيه تكت الثانويه العامه. خرجت شربت الحلبه بحليب، لقيناها دب 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 على الباب، دب دب دب. قلت له بس انت كده بقى هتتنشر مكان الفتل اللي متنشره دي، فاهم؟ دخلت راحت قايله له احمد، راح قايله ايه؟ قالت له ممكن كوبايه تانية لو سمحت. اي فنان في بدايته بيبقى منتظر اللحظه اللي يسمع فيها اي رد فعل من الجمهور عشان يديله دفعه، بس مع توتا الموضوع خد شكل تاني خالص. الحمد لله يعني ابتديت اطلع في التلفزيون وبتاع وكده، فاول ناس خدوا بالهم مني يعني الاطفال بتوع الشارع، اوكي؟ كانوا بيحتفلوا بيا الحمد لله، اكتر ناس الحمد لله كانوا بيحتفلوا بيا وبشكل جميل جدا وشيك وغريب، اوكي؟ كنت مجرد معدي كانوا يغنوا لي اغنيه العمل اللي انا فيه ويرموني بكميه طوب، اقسم برب العزه انا ما كنتش بسأل. طب انتوا بتحبوني اكمل؟ هل دي مسج من عند ربنا؟ ارجع ما اقف تمثيل في مشكله؟ مش عارف اعمل ايه، اقسم بالله. وبقيت الف من شوارع تانية، العيال ما اعرفش عاملين كمان مكلمين حد. لحد دلوقتي بشوف العيال الصغيرين دول، بس طبعا كبروا دلوقتي، هم في مرحله البلوغ يعني كبروا خلاص. ف يعني بحس ان هم على كيو ان هم يرموني بالطوب تاني، بس خلاص بقى طبعا كبروا شويه. بس اقسم بالله وهم صغيرين كنت انا هدف بالنسبه لهم، دن دب دب لحد ما اوصل لباب بيتنا. طب انا صح اكمل امشي ما ممثلش؟ انتوا بتحبوني؟ نفسي اطلع اسالهم في مره حد يجاوبني ويغنوا لي ومبسوطين وبيضحكوا وهم بيرموني بالطوب. فده كان عامل لي مشكله، مش عارف، ما كنت يعني متوتر او مذبذب، مش عارف افكر. الممثل المجتهد الشاطر اللي بيقعد يجمع في مخزون مشاعر وشخصيات من كل حد بيقابله في حياته، عشان أكيد المخزون ده هينفعه وهيفيده في لحظة من اللحظات. احنا كان المفروض الأول هنعمل، كنت أنا المفروض هعمل أقطار، فأنا قلت الربيع، أنا وربيع بنعرف نقلة حسني مبارك ماشي، بس ربيع جايبه في الشكل كمان سنة، فقلت له انا هعمل اقطاري واعمله حسني مبارك. فراح قال لي ماشي تمام اوكي. قلت له انت لو في حاجه تانية يبقى قلد برضه حسني مبارك. فراح قال لي تمام. المهم ايه، جينا هوب هوب عملنا مش عارف ايه، فقالوا الادوار اتغيرت، قالوا ربيع هيعمل اقطاري تمام. فربيع جه قال لي انت هتزعل لو عملت حسني مبارك؟ قلت له انت عبيط، ما انا وانت قشطه يعني بنقلده عادي، فقشطه اعمله، لا طبعا مفيش مشكله خالص تمام. وانا جيت بقى منصور لعبه مش عارف اعمل ايه، فجربت. كان في واد عندنا بيمشي في الشارع كده برضه، كان غلبان يعني، ربنا يشفي عنه يا رب او الله يرحمه لو مش موجود يعني، بس كان غريب، كان بيرازي في اي حد يمشي، يروح شادد الطرحه واخد طعميايه وهو بيقعد ايه ويمشي يقول والدي يا والدي ليه، ما تفهميش على طول ده. فسبحان الله ربنا بعتولي يعني وعملت منه منصور بقى، والحمد لله الحمد لله يا رب. ويل يا ويل شكشك على الابيض، ابويا بقى الريس، ابويا بقى الريس. قال له صحيح يابا انت بقيت الريس ولا ده حوار انت مركبه علينا؟ ومات منصور له. مات منصور له. مات منصور له. مات متصدع، مات. ما هو موقف الكبير افتكره مشهد كوميدي، فاكر طبعا، وكل الكبير كانت مشاهد كوميديه طبعا عشان مكي بيسمع ما يزعلش مني، وانا كنت بحب الكبير، مكي صاحبي جدا يعني. جه في جزء دخل معانا مستشفى المجانين، فانا بقيت صاحبه يعني. ف
فجاي بزوره بقى زياره مفاجاه بقى اللي هو انت ايه وبتاع حقنا فين وانا ماليش حق يعني ده هو راجل عمده يعني انا مالي. المستوى بقى الكوميدي في الموضوع ما بيننا بره التصوير كان المشهد فيه اكل اوكي كان في شوف انا بلعت ريق ازاي عشان مش هنسى طعم الاكل في اليوم ده خالص. كان في بط وحمام بجد مش باوفر في كل اللي هقوله بط وحمام وفراخ بلدي تمام. ميكي مش عارف ياكل من الشنب وهو كان بيلزق شنان كده الكبير هنا كان عنده ايه سنه يعني فضه كده قعدت واحنا بنقرا لسه يعني واحنا بنقول بروفا عملت طبق رز ببطاطس وكلت حماميه يعني واحنا قاعدين لسه. فقالوا لي هو انت ابتديت المشهد مع نفسك يعني ولد. فميكي بيقول لي الاكل حلو قلت له اقسم بالله يا ميكي مش طبيعي لدرجه ان هو عمل طبق ماشي وهو قاعد جنبي وبيمسك المعلقه ويسقط في بقه كده يعني تمام من كتر ما الاكل كان طعمه تحفه عشان الحاجه ما تقعش السنان والشنب وكده. وقعدنا بقى طبعا نص كان في بطايتين بالظبط في بطايه اختفت في ظروف غامضه ما نعرفش راحت فين ما حدش خد باله منها خالص دي لحد دلوقتي ما نعرفش فين. والبطايه الثانيه اللي محطوطه بقى ارتضينا خلاص بالامر واقع ان في بطايه كانت من ورا هيكل عظمي من قدام نص بطايه يعني من قدام منظر كده من ورا متهربده يعني مش موجود ما فيش لحم احنا منتشين كل اللحم واخدين الدبوس واخدين الورق وسندينها بخشبتين كده عشان ايه تبان ان هي بطايه كامله. كنت بسأل حضرتك ايه المشروعات اللي انت بتفكر فيها؟ لا ما بفكرش. يقصد يقول انه عملي عملي يعني نحن رجال افعال لا 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 كلام. بسم الله ما شاء الله. احنا دلوقتي مصانعنا شغاله على اللي هو القلم الرصاص ده حضرتك عارفه؟ مش السنون اللي هو القلم اللي بيتبري ده واللي بعد ما تبريته حامل كده عشان تشوف طول السن قد ايه. ده حضرتك فيه من فوق جزئيه استيكه كده. طبعا. بيحوطها حته صاجه. ايوه. مصانعنا ان شاء الله تنتج الصاجه دي. انا بخاف من القطط بخاف من القطط جدا يعني. ليه بقى؟ لان انا كنت كل مره وانا صغير وانا داخل بيتنا عندنا في درجتين كده يعني وانا عشان انزل البيت انزل على درجه كده اخش المدخل دايما تخرج قطه تبقى بتخضني اقسم بالله دايما يعني وانا نازل او وقطه بتخضني وانا خارج او برضو نفس القطه او ابقى ماسك كيس بيض مثلا يتكسر ابقى ماسك كيس لبن يفرقع كده الحاجه دي. فدايما يعني دي من المواقف اللي لا انساها ولن انساها ان انا بخاف من القطط جدا وارجو ان رامز جلال ما يتفرجش على الحلقه.